الاهلي والجونه والماتش خلص 1-1 والاداء. طبعا هسيب لحضرتك المايك عشان تكلمني عن الاداء، لانه طبعا يعني الاهلي مستمر بدفعه كويسه اعتقد، يعني على قد معلوماتي الصغيره. برضو كلمني حضرتك عن الاداء، كان عامل ازاي؟ بصي، خلينا نقر ونعترف ان الاداء على جافه المستويات بالنسبه لمختلف الفرق مش مش قوي. مظبوط، ولكن ده امر طبيعي لانك انت في الاسبوع الثاني او الثالث للموسم. نتكلم على مستوى الاداء والاستقرار الفني بعد 6 7 اسابيع، لما اللعيبه كلها توصل للتوب فور فنيا وبدنيا وذهنيا واداء، ويحصل عمليه الانسجام بين اللعيبه الجديده واللعيبه القديمه، مظبوط لما اللعيبه مظبوط تهضم الخطط الفنيه للمدربين الجدد. فالامر الطبيعي والمنطقي ان احنا بعد 6 7 اسابيع نتكلم هل في سلبيات، هل في ايجابيات، حصل الانسجام ما حصلش، حصل استقرار فني ما حصلش استقرار فني. لكن في البدايه صعب جدا هنكون قاسيين في النقد، ولكن احنا عارفين وشايفين والنتائج بتقول ان في اهتزاز في المستوى كافه الفرق. الاسماعيلي مش على المستوى، الزمالك مش على المستوى، الاهلي مش على المستوى. لما اتكلم على الانديه الكبيره انها مش على المستوى، فده امر منطقي بقى ان احنا نقول نستنى شويه. ده الجون تقريبا معانا على الهوا، ده جول عايزين عماد متعب ده في عماد متعب. الجونه. يعني جون في الجونة، ده تاني جون صح؟ اللي هو لعماد متعب. لا، وده ده الجونة. وده جول الجونه. احنا في هنا مونيتور برضو يا استاذ عصام، ممكن تبص هنا يا استاذ عصام. الباس كانت حلوة جدا، بس يعني نقدر نقول ان احنا بنطمئن على عماد متعب عشان انه رجع بدأ من عملية التهديف وجاب جولين في المشوار حلو القصير ده. فانا اعتقد ان هو برضه سنتر فورورد المنتخب المصري، برضه من واجبنا ان احنا نطمئن عليه. طب واداء بقى، حضرتك شايف انه النادي الاهلي يعني كان بالنسبه لبدايه الموسم وهما لسه ما دخلوش في لا الفورمه هو زي ما في حضرتك هو قلت، خليني بس بقى اقول لحضرتك ان اكيد النادي الاهلي بيعاني في خط هجومه، لان ما فيش غير عماد متعب هداف صريح واضح عنده خبره. خلينا نتكلم ان النادي الاهلي فعلا في هجومه ناقص مهاجمين، يمكن منطقه وسط الملعب هي افضل خطوطه، عنده مجموعه او جيش جرار من النجوم سواء كانوا قبل كده او بعد التعاقدات الجديده، اعتقد انها اضافات كتيره في منطقه الوسط. ولكن في مشكله برضو في منطقه الهجوم في النادي الاهلي باستثناء عماد متعب. يعني مش مشكلة اللي هي ايه؟ في لا المشكله ان مفيش ان مفيش مهاجمين جنبه بدلاء ناس على نفس مساعدة. مستوى عماد، مظبوط. على عكس الجونه. انا شايف ان الجونه على فكره بتتحسن سنه بعد سنه، يعني انا اعتقد انهم بيحققوا نتائج ده دي حاجة طيبه. كويسة يا أستاذ عصام، برضو ان يكون في يعني نوادي تانية تكون موجودة على الصورة. يعني احنا يعني مثلا في أهلاوية نفسهم تاني يرجع الزمالك في نفس الفورمة يكسب تاني عشان تبقى في منافسة، وإلا كده الدنيا هتبقى على طول دوري الأهلي. هو الغلط من الاساس، يعني لما نادي او ناديين هم اللي بياخدوا البطولات كلها امر مش طبيعي. العالم كله بيتغير، العالم كله فيه منافسين وبيتم احلال وتجديد وناس بتكبر وناس بتقل مستواها، لكن مش ممكن يكون النادي الاهلي اللي على طول او أكيد نادي الزمالك اللي على طول او طبعا، نادي الاسماعيلي. لا هو الشيء فعلا اللي انت بتقوليه حتى ما فيش مظبوط، حماس ولا ان منافسة. انت بتشوفي النهارده طلائع الجيش كويسه، الجونه كويسه، المقاصه كويسه، المصري اتحسن النهارده، السنه دي الاتحاد بقى افضل من السنه اللي فاتت بعد ان هو كان هيهبط. النهارده الاتحاد بيتعادل مع المصري 1-1، مع الاسماعيلي واحد طبعا واحد. طبعا طبعا. النهارده يعني احنا لما طلع حرس بيفوز الحدود 3-0 وانبي الاتحاد انبسطنا، فرحنا الاتحاد فيها. بيفوز على في اسكندريه على انبي اللي هو واخد بطولة الكاس، واللي غالب الزمالك بيتغلب 3-3 من الاتحاد اللي هو كان المفروض يهبط وطلع ايوه. بملحق، واخده بالك؟ لو رحنا الماتش الاسماعيلي والاتحاد اللي هو كان 1-1، ولكن للاسف كان في مشاغبات من جماهير نادي الاسماعيلي. ما هو ايه السبب لا بقى هو المشاغبات والماتش الانفلات كان خلص الجماهيري عليه؟ ده مش في الماتش ده، الانفلات الجماهيري على مستوى الملاعب كلها. يعني في ماتش المحلة في الدور في الاسبوع الاولاني كان في انفلات جماهيري،
في ماتش الاهلي في انفلات جماهيري، في ماتش الزمالك في انفلات جماهيري. ايه بقى اللي حصل؟ ايه اللي بيحصل؟ طبعا هو رد فعل للنتائج السيئه انفلات الجماهيري، ولكن الانفلات الامني ده ناتج عن انفلات الامن، الانفلات الجماهيري ناتج عن الانفلات الامني، اكيد واخد بال حضرتك، ناتج عن الانفلات الاعلامي. احنا بنعيش عصر الانفلات للاسف، للاسف الشديد. مفروض ان بيكون في ضوابط قويه ليعيد النظام ككل. فانا مش قادر اقصو على الانفلات الجماهيري لان هي تركيبه واحده، لان الامن هو اللي بيسيطر على الجمهور، مفيش امن. وهو من برضو كان زمان كانت الجماهير كانت راقيه جدا في الملاعب، أفضل. ما كانش فيه حتى لو كان في تجاوزات كانت لحدود، مظبوط، لكن دلوقتي مظبوط دي فاقت الحدود. فللاسف الشديد ان برضو بقول لك ده راجع عن انفلات الامن، لان مين اللي بيعمل رقابه على الجمهور؟ مين اللي بيعمل ضوابط على الجمهور؟ الامن. النهارده مفيش تفتيش على الشماريخ ولا الصواريخ، مفيش نظام للدخول او للخروج، مفيش ان رادع للانفلات دوت، فاصبح في تسيب. طب ايه اللي تنتظريه او الناس تنتظره من التسيب ده؟ لازم الدنيا تهدى شويه، لازم الناس تعيد انضباطها شويه، لان بعد كده في خطر كبير جدا. اكيد طبعا، وانا يعني بشكر حضرتك جدا يا استاذ عصام على وجودك معانا النهارده، وان شاء الله المره الجايه لما نتكلم يكون في اداء ويكون في اجوان ويكون في اداء زي ما اداء للعيبه كويس، يكون في كمان اداء للجماهير كويس ان شاء الله. شكرا لحضرتك. مشاهدينا كان معانا الكابتن والناقد الرياضي عصام الحسن، اتكلمنا عن ماتشات الدوري، وبشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده ومتابعتكم. تقدروا تشوفونا على نهارك سعيد تشانل على اليوتيوب، شوفوا اي حلقه من حلقات نهارك سعيد. ان شاء الله نشوفكم بكره وكاست عمل جديد، وسلام، باي باي.